بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العزيز معكم من موقع xq55.net. قدم طريقة لتعريب الجيميل والمتصفح في جالكسي S2. ما تحتاجه هو برنامج LIB أو ملف LIB. اذهب لي المكان الذي وضعت فيه الملف، هذا هو الملف بهذا الاسم. الملف مرفق في موقعي، يمكن الحصول عليه من نفس المشاركة. اضغط كوبي. طبعا يجب ان يكون جهازك يوجد فيه روت وتستخدم برنامج روت اكسبلور. روت اكسبلور والروت، الروت شرحته، روت اكسبلور ستجده في نفس المشاركة. اذهب الان الى سيستم ثم LIB ثم فعل خيار RO من الأعلى ثم اضغط paste. كوني أنا عملت copy فاضغط paste، سيعطيك بأنه يجب، هل تريد overwrite أن تضعه يعني على هذا الملف؟ اضغط yes. الآن عند عمل restart للجهاز، أطفئ الجهاز ثم نشغل من جديد. عند عمل restart سيكون لديك جيميل معرب ومتصفح معرب. باقي الطريقة كيف تشبك الحروف والمحاذاة من اليمين اليسار سأشرحها، ولكن ستأخذ وقت، سأشرحها في الفيديو الثاني إن شاء الله.